إذا طلع الناتج للجمع أكثر من الرقم 9 لازم نجمع كمان 6 عشان نحصل الرقم الصحيح. كيف يعني؟ خلينا نشوف مع بعض عدة أمثلة. لو كان عندي الأرقام 4 + 5، طبعا احنا بنحكي عن بي سي دي باينري كودد ديسيمال، راح يتم تمثيلهم ان تيرمز اوف بي سي دي ان تيرمز اوف باينري، راح يكون على شكل او 1 دبل او او 1 او 1، نجمع 1 0 0 1 1، وهذا الرقم كما نعلم بقابل الرقم 9 فما فيش مشاكل. طيب لو كان عندي مثلا 3 + 2 وخليها مثلا +4 in terms of binary coded decimal راح تكون 1 1 0 0 0 0 1 0، والمجموع راح يكون 1 1 1 0 which is 7 positive no problem. طيب الآن نيجي لحالات مختلفة شوي. لو كان عندي الأرقام 4 + 8، لاحظوا انه هذا الرقم ايش راح يكون المجموع؟ 12، احنا عارفين مسبقا راح يكون 12. طب in terms of binary coded decimal كيف بدنا نتعامل مع هاي الشغله؟ لاحظوا راح يكون عندي او 1 دبل او بلس 1 تريبل او، الجواب 0 0 1 1. لاحظوا انه هذا الرقم أكبر من 9، بما أنه أكبر من 9 معناها راح يطلع معي كود illegal code. لو رجعنا على القائمة اللي قلنا فيها كودد مرفوضين راح نلاقي أنه هذا الكود من ضمن الكودز الممنوعة بالبي سي دي، واللي ما إله معنى بالبي سي دي، ما إله معنى أو representation، ما إله دلالة. لذلك كمعالج لهذه النقطة لازم شو نعمل؟ لازم نضيف الرقم 6، وبمجرد إضافتنا للرقم 6 إيش راح نحصل؟ راح نحصل 0 1 0 1 0 1. وإن terms of BCD هذا الرقم إيش راح يكون؟ لاحظوا إنه هذا الجزء راح يمثل الرقم 2، وهذا الجزء اللي راح نزيد عليه تريبل زيروز راح يمثل الرقم 1. فمثل ما حكينا الرقم 12 بالبي سي دي بيحتاج الى 8 بيتس، هاي اول 4 بيتس وهاي ثاني 4 بيتس، واحنا ما بنقدر نمثله بهاي الطريقه. ارجو يكون المثال واضح، راح اعطي كم مثال ان شاء الله بيشبه هاي الحاله. عبد الرحمن انت معلق على الشات بوكس بس ما فهمت تعليقك، عشان هيك صرنا نقرب الارقام يعني عشان اي هيك مش عارف، يا ريت اما ترفع ايدك تحكي او ترجع تعلق من جديد. طيب خلينا نشوف المثال الثاني اللي بيوضح المسألة هاي كمان برضو. لو كان عندي الارقام مثلا 8 + 9، لاحظوا انه ال 8 in terms of BCD representation كيف بيكون شكله؟ 1 triple O، 9 راح تكون 1 double O 1،
addition راح يكون الجواب 10001. لاحظوا انه هذا الرقم عبارة عن 17 وهو أكبر من 9. عشان نعالجه لازم إيش نعمل؟ لازم نضيف له الرقم 6. 6 من هون نبدأ كتابتها، راح يصير 1 1 1 0 1. باي ديفولت طبعا هو في هون كمان يصير 0 0 0 علشان يصير 2 او 8 بيتس لتمثيل 2 ديجيتس. لاحظ انه هذا الرقم راح يكون الرقم 1 وهذا راح يمثل الرقم 7 وهي 17 طبعا. فضروري التفاصيل هاي ننتبه لها في حال استخدام كود معين، بدنا نتاكد ايش الالاود ديجيتس او باينري ريبريزنتيشن، ايش في شيء فوربيدن. طب ماذا لو كان عندي بي سي دي نمبر كبير، يعني مالتي ديجيتس، وبدي اجمعهم، شو اللي بصير؟ خلينا نشوف. لو كنت بدي اجمع الرقمين 184 مع 576 using BCD representation، BCD representation ال 184 كيف تمثيلها؟ هاي 1 هاي 8 وهاي 4. خمسمية وسبعين كيف تمثيلها؟ هاي 5 هاي 7 وهاي 6. طب لو بدنا نجمع زيرو وان زيرو وان وان، طيب الثانية راح تكون، أو قبل ما نتحرك إلى الثانية راح نشوف أنه هذا الرقم أكبر من 9، معناته مباشرة بدي أعالجه، لازم أجمع له 6. برجع الجواب يطلع 0 0 1 0 1 0. وين الون الأخيرة هاي بتتروح؟ فوق هون. لاحظوا الكاري او الاوفر فلو اللي جت من هون طلعت هون بعد التصحيح. طب بنكمل جمع 1 بلس 1 0 1 0 1 0 1 0 1. هذا الرقم ايضا اكبر من 9 صحيح، لانه هذا الرقم مثل الرقم 16، معناها لازم نجمع له الرقم 6. برجع الجواب يصير 0 1 1 0. والوان الموجود هون وين راح تروح تلقائيا؟ تطلع فوق. طيب نكمل 1 بلس 1 بلس 1 راح تعطيني 1 1، وهون 1 وهون 1 وهون 0. طيب هذا الرقم كما هو بننزله 1 1 1 0، ما في تعديل عليه لأنه أقل من 9 أو يساوي 9، أقل أو يساوي 9 بضل زي ما هو. طيب الآن الجواب إيش طلع معي؟
لاحظوا انه هاي الريبريزنتيشن بتمثل 0 وهاي 6 وهاي 7، يعني الجواب راح يكون 7 و 6 و 0. وفعلا لو جمعنا هاي الارقام in terms of decimal راح نلاقيهم 10 16 7. لاحظوا بالكمبيوتر لما بيكون ممثلينهم in terms of BCD دائما مع كل digit بدنا نتأكد إذا المجموع كان أكبر من 9 لازم نصححه، إذا المجموع أكبر من 9 لازم نصححه، التصحيح بإضافة الرقم 6، أقل من 9 بيضل زي ما هو الرقم. بناء عليه الأرقام طلعت كما هي ظاهرة أمامكم على الشاشة. طيب هل يوجد غير ال BCD representation binary coded؟ الجواب نعم. ايش هاي الكودز الموجودة؟ من ضمن هاي الكودز في كود بيسموه طبعا احنا بنحكي عن ديسيمال كودز، يعني ارقام بتمثل الارقام من 0 ل 9. اذا كديسيمال كودز بشكل عام تعلمنا اولا البي سي دي، في عندي ايضا 2 4 2 1، في عندي ايضا 3. في عندي the last representation هو عبارة عن 8 4 ناقص 2 ناقص 1. هذول راح نفهمهم مجتمعين كمان شوي. هلا احنا ال BCD غطينا أموره واضحة إن شاء الله. هلا إيش فكرة ال 2421، الاكس 3، ال 84-2-1؟ البي سي دي وال 2421 اسمهم ويتد كودز. شو يعني ويتد كودز؟ يعني كل بت لها وزنها، وزنها مستخدم. كيف يعني؟ لاحظوا اذا كنا بنستخدم البي سي دي وبدنا نمثل الرقم 7 حكينا بنمثله ب 0111، وفعليا لو رجعنا على الويتس وعلى الباينري ريبريزنتيشن للديسيمال نمبرز راح نشوف انه هاي الويت لها 1 وهاي الويت لها 2 وهاي الويت لها 4، لو جمعناهم مع بعض راح يعطوني 7. اذا هي ويتد كود. وكذلك الامر مين بيجتمع معاها بنفس الصفه هاي 2421. اذا هذول النوعين نقدر نسميهم weighted codes. ايش بيختلف الثاني عن الاول؟ خلينا نشوف الثاني لو بدي يمثل الارقام من 0 ل 9 كيف بيمثلها. الأرقام مثلاً الديسيمال
0 1 2 3 4 هون الكود 2 4 2 1 2 4 2 1 وهون تكملة الديسمال اللي هم بيكملوا من 5 6 7 8 9. طيب زيرو كيف تمثيله؟ لاحظوا الويت مهم. الزيرو تمثيلها دائما سهل لأنه زيروز. الوان لاحظوا وين في ويت مقداره 1 هيو عادوا هاي بتكون 1 والباقي زيروز. 2 لاحظوا 2 إلها 2 different representation يعني ممكن نكتب هذا الرقم ويمثل الرقم 2 أو ممكن نكتب هذا الرقم ويمثل الرقم 2. ليش؟ لأنه هاي البت أو الديجت الويت إلها 2 بهذا النوع من الكود وهاي البت الويت إلها 2. لكن المعتمد الريبريزنتيشن الأول اللي بيشبه البي سي دي كود. طبعا البي سي دي كود له اسم ثاني صراحة، خليني أحكي هون على الهامش. البي سي دي كود نفسه إيش بسموه كمان؟ بسموه 8421 weights. يعني هو بيعتمد هذا الويت عشان هيك هو weighted code. يعني هي واحدة من أسباب إنه weighted code. طيب إحنا رح نعتمد الريبريزنتيشن اللي بيشبه البي سي دي ألا وهو الأول وننسى الثاني. طيب الرقم 3 لاحظوا إيش اللي بيجمع 3 برضو إله 2 representation. ليش في إله 2 representation؟ لأنه هاي في عندي 2 هاي إلها 2 الويت الخاص فيها، بس إحنا بنعتمد برضو الإيش اللي بيشبه البي سي دي، فرح نأخذ 2 الأولى اللي على اليمين فرح representation يكون إله بيشبه البي سي دي ألا وهو 1 1 0 0. الرقم 4 برضو إله 2 different representation، تقدر تعتمد انه هاي 1 وهاي 1. بكل بساطه احنا بنعرف انه هاي الويت الها 2 وهاي الويت الها 2 مجموعهم 4 فهي يعني ادت المهمه. لكن الرقم المستخدم هو الاشبه بمين؟ بالبي سي دي، لذلك راح يكون اللي بيمثل هذا الرقم رقم 4 اللي احنا بنعرفه in terms of binary. طيب نكمل هون الرقم 5 ايضا ممكن يكون له اكثر من ريبريزنتيشن. واحده من هاي الريبريزنتيشنز هي هذا الرقم الريبريزنتيشن وهي المعتمده بهذا الكود. الرقم 6 راح ياخذ هنا هاي 1 وهاي 1 هاي مجموعهم 6 خلاص. الرقم 7 راح ياخذ 2 4 6 and 1 0 7. والرقم 8 والرقم 9 راح يكون هذا الرقم لأنه مجموع الويتس كاملين بيجي 9 فهو كلهم لازم يكونوا 1s. لاحظوا كان في اختلافات عن البي سي دي، يعني بعض الريبريزنتيشنز اللي كانت موجودة بالبي سي دي نيجليكتد أو invalid، هون صارت ذلك. فبدنا ننتبه احنا اي representation اي كود احنا بنستخدم مهم جدا عشان اعرف تمثيل هذا الرقم بيمثل ايش. طبعا اكثر شيء مستخدم البي سي دي والثري اذر سيستمز اللي وضحناهم هون استخدامهم صراحة قليل، يعني هذا اكثر شيء وهدول يعني استخدامهم قليل جدا. نيجي نشرح النوع الثالث Access 3 كيف مبدأه. Access 3 كل ديجت زيد لها الرقم 3 وبس، هاي كل الفكرة اللي فيها. يعني اكتب الريبريزنتيشن الباينري الريبريزنتيشن الطبيعي لها، خلينا نقول نفس البي سي دي، وزيد له 3. كيف يعني؟
يعني راح نشوف in terms of decimal إيش ال excess 3 إله. لو كانت الأرقام 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 راح تكون representation للزيرو احنا بنعرف انها 4 zeros. طب زيد 3 راح تصير 3 نفس representation للرقم 3 عفوا. طب الواحد زيد لها 3 بتصير 4. ايش representation للرقم 4 اللي احنا بنعرفها؟ هي 2 زيد لها 3 بتصير 5. 3 زيد 3 بصير 6. 4 زيد 3 بصير 7. 5 مع 3 8. وبتكمل بنفس الطريقة. فراح يكون هذا الريبريزنتيشن للستة. هذا الريبريزنتيشن للسبعة. هذا الريبريزنتيشن للثمانية. هذا الريبريزنتيشن للتسعة. تمام؟ كل رقم زدنا له فعليا 3. وآخر representation شفناه بهذا الجدول كان بيمثل 8 4 minus 2 minus 1. برضه هو إلى حد ما بيشبه الويت بس فيه positive وفيه negative. يعني الويت حسب ترتيبهم، أول بت من اليسار الويت له 8، ثاني بت 4، ثالث بت ناقص 2، ورابع بت ناقص 1 الويت اللي له. فمثلا بهاي الريبريزنتيشن اللي هي 2 4 minus 2 minus 1، كيف بصير التمثيل؟ لو كان عندي الأرقام 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لاحظوا الزيرو كله زيرو بصفي الرأس بيطلع زيروز عادي. فبالنسبة للزيروز راح يكون 4 زيروز. ال 1 لاحظوا الرقم 1 هو عبارة عن 4 ناقص 2 2 ناقص 1 3، معناته هاي البتات لازم تكونوا 1s. إذا راح يكون هون 1 1 1 0. الويت اللي مقابله 1 دخله بالحسبة. فالتربل 1s هاي كيف بتصير؟ تصير 4 minus 2 minus 1 equals 1. عشان هيك هاي الريبريزنتيشن لمين؟ لل 1. طيب بالنسبة للرقم 2 لاحظوا أنا عندي 4 وعندي ناقص 2، لو خليت هذول التو بيتس 1 بنطرحهم من بعض بيعطيني الجواب 2، معناته راح يكون الريبريزنتيشن 0 1 1 0. الرقم 3 كيف نقدر نجيبه؟ 4 ناقص 1 معناها راح تصير 0 1 0 1. الرقم 4 موجود، الرقم 4 معناته هي. الرقم 5 لو جبت 8 وطرحت منها 2 وطرحت منها 1 راح تعطيني 1011. الرقم 6 8 ناقص 2 8 ناقص 2. الرقم 7 8 ناقص 1 هاي 8 وهاي ناقص 1. الرقم 8 بس ال 8 تكون البت لها 1 والباقي 0. الرقم 9 طب لو جمعت 8 و 4 12 وشلنا منهم 2 10 وشلنا منهم كمان 1 تسعة، ما تقولهم لازم يكونوا ones. ولاحظوا بكل representation من هذول راح يكون في عندي six representations مش مستخدمين. ليش؟ لأن الفور بت أصلاً هم بيعملوا representation ل 15 different
او 16 different representations. انا مستخدم 10 الارقام من 0 الى 9 راح دائما يكون في عندي 6 representations unused مش مستخدمة. ايضا في عندنا another code اسمه ربيع، ارجع اشرحها. قصدك عن اخر representation او اخر كود اللي اسمه 8 4 -2 -1. تمام. بالنسبة للتسعة لاحظ كل ون ايش الويت إلها. الون هاي ايش الويت إلها؟ 8. نيجي نكتب هون، خليني امسح هون ونكتب 8. طيب ثاني رقم الويت إلها كم؟ 4. طيب هاي زائد 4. ثالث رقم كون الموجود 1 بناخذ القيمة المقابلة له، اللي 0 ما بناخذ القيمة. هون كلهم 1 معناته كل الأرقام بدنا ناخذهم. الويت له ماينس 2، نضيف على المجموع هون ماينس 2. وآخر وحدة الويت لها ماينس 1، برضو ضيف على المجموع هون ماينس 1. 8 و 4 12 - 2 10 - 1 إيش راح تكون؟ 9. عشان هيك هي كانت الريبريزنتيشن تمثل الرقم 9. مثلا بدنا نروح على 7، نفس الطريقة. مين فيهم الوانز؟ خلينا استخدم اللون الأحمر بالدوائر. لاحظ آخر واحدة من هون وآخر واحدة من هون اللي هي 8 و -1، اجمعهم يعطوك 7. هاي فكرة هذا الكود. الديجيت اللي مقابلها الرقم 1 بناخذها وبنجمعها، اللي مقابلها 0 ما بنجمعها ولا بنشوفها ولا بتهمنا. هوبفولي تكون يعني وضحت الفكرة. طب ننتقل الآن مع بعض إلى كود اسمه gray code. ايش فكرة الجراي كود؟ بيحكي لنا بشكل عام معظم الفيزيكال سيستمز الموجودة على أرض الواقع راح تعطينا داتا in terms of continuous data, continuous signal. واتفقنا ببداية هذا الكورس انه الديجيتال سيستمز بالنهاية كيف تتعامل مع اي داتا بتتخزن فيها او تعمل عليها analysis لازم تكون هاي الداتا ديسكريت او ديجيتال داتا. طيب علشان الداتا هاي تكون ديسكريت او ديجيتال راح نحتاج جهاز اسمه ADC. عفوا والADC اخذناها ببداية الكورس هي Analog Digital Converter. هاي وظيفته راح ياخذ الـ Continuous Signal ويحولها إلى Discrete أو Digital Signal. طيب الآن أثناء استخدام هاي الـ Signals وتناقلها وإرسالها ما بين الـ Sensors أو ما بين الـ Systems المختلفة، في فرصة كبيرة إنه يصير فيها خطأ، انه يصير فليبنج ل 1 الى 0 او 0 تصير 1. في مصادر كثير للخطا طبعا. لتقليل هذا الخطا تم الاتفاق على استخدام كود اسمه جراي كود. ايش فكره الجراي كود؟ الجراي كود بيحكي لك انا بدي امثل الارقام كامله من صفر واطلع باستخدام البيتس، بس دائما بين كل ديجيت والديجيت اللي بعدها اللي اكبر منها
لازم أغير قيمة بت واحدة، بديش أكثر من بت تتغير قيمها عشان أقلل فرصة حدوث الخطأ. كيف يعني؟ خلينا نشوف، نعمل جدول صغير زي اللي عملناه في الكودز السابقين. لو مثلنا الديسيمال كود باللون الأزرق ومثلنا الجري كود بالأخضر، إيش راح نحصل؟ راح نكمل هون ديسيمال ريبريزنتيشن وهون ديسيمال ريبريزنتيشن، وهون راح نكتب الجري، وهون برضو نكمل الجري. طيب نشوف الديسيمال، مثلا لو بدنا نمثل الارقام من 0 ل 15 راح يتم تمثيلها على شكل 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. طب in terms of binary، لا لاحظوا بدنا نبدا من zeros، ومع كل نقل من digit من الرقم للرقم اللي بعده لازم بت واحده اللي تتغير. طيب بدنا نبلش ب 4 zeros، هاي واحده هاي اثنين هاي ثلاثه هاي اربعه، بدنا نغير بت واحده، ودائما بدنا نكون قريبين من الباينري ريبريزنتيشن اذا قدرنا، اذا ما قدرنا بلا من هالموضوع. فدائما الباينري ريبريزنتيشن اول بت من اليمين هي اللي تصير 1. طيب الان انا بدي اغير بت واحده، ايش اسهل طريقه؟ البت الثانيه هي اللي تصير 1 والباقي اخليه زي ما هو. فتم الاصطلاح، لاحظوا انه هاي الريبريزنتيشن احنا بنعرفها الرقم 3، لكن اذا استخدمنا جراي كود هاي الريبريزنتيشن بتمثل الرقم 2. طب الرقم 3 قال لك بكل بساطة أول بت من اليمين ارجعه زيرو وكمل الباقي زي ما هو. لاحظوا بكل مرة، بس لزيادة التوضيح، بس الإشي اللي بدي أغيره بدي أغير لونه. هون هاي صارت 1، هون هاي صارت 1، هون هاي رجعت زيرو. طيب الآن شو الحل للرقم 4؟ قال لك البت الثالثه بدي اخليها تصير 1، فهي راح تصير 1 والباقي راح يضل زي ما هو. طيب الرقم 5، رقم 5 حكى لنا اعمل هاي كمان 1 والباقي خليه زي ما هو. الرقم 6 رجع البت اللي بالنص 0 والباقي 1s. الرقم 7 أول بت من اليمين رجعها 0 والباقي 1s. عفوا الباقي كما هو. الرقم 8 أول بت من اليسار عملها 1 والباقي كما هو. الرقم 9 أول بت من اليمين عملها 1. طبعا في ترتيب تقدر تحفظهم أنت أو تفهم الباترن اللي بصير لو جمعتهم مع بعض ورجعت كتبتهم وحاولت توجد علاقة بين الأرقام، راح تلاقي علاقة بسهولة، راح تلاقي علاقة بسهولة. طيب حكينا الأول بت من اليمين بصير 1 والباقي بينزل كما هو. بالنسبة للعشرة كلهم بصيروا 1s، يعني البت الوحيد اللي 0 بصير 1 والباقي كما هو. الرقم 11 اول بت من... عفوا هذا 1 والباقي كما هو، ما هو الباقي اصلا 1s. الان الرقم 11 اول بت من اليمين بترجع 0 والباقي كما هو. الرقم 12 هاي البت بتصير 0 والباقي بينزل كما هو. رقم 13 اول بت من اليمين ترجع 1 والباقي كما هو.
14 اللي بالنص بصيروا 2 زيروز والباقي كما هو. 15 تشبه الرقم 8 بحيث انه هذا الرقم يرجع زيرو والباقي كما هو. لاحظوا بكل نقلة بين كل رقم والرقم اللي بعده أو كل رقم بشكل عام بيفرق عن الرقم اللي قبله ببت واحدة قيمتها إما اختلفت من 0 ل 1 أو من 1 ل 0، ومع اللي بعدها أيضا الاختلاف only 1 bit اللي اختلفت ما بين 0 و 1. وبناء على هاي الطريقة وصلوا لهاي الريبريزنتيشن أو الجري كود اللي بيمثل هاي الفاليوز. يا ريت اللي عنده سؤال أو استفسار يتفضل فيه. إذا ما في أسئلة نقدر ننهي محاضرتنا عند هاي النقطة بحيث نبدأ في المحاضرة القادمة من الأسكي كود. الأسكي كود غالبكم سمع فيه، راح نحكي عنه. غالبا هو في تيبلز خاصة للأسكي كود بتم تمثيل الأرقام فيها، ممكن بعض الأشياء تحفظها فيها. الاسكي كود هو بيمثل جميع السيمبلز واللترز وكل شيء موجود على الكيبورد بيتم تمثيله باستخدام 7 بيتس او 8 بيتس جوا الكمبيوتر. في تيبلز خاصه بتعمل لك زي مابينج ما بين الكاركتر او السيمبل اللي انت متعود تستخدمه وما بين الريبريزنتيشن له ان تيرمز اوف باينري او ديسيمال او هيكسا ديسيمال. في تيبلز يعني خاصه بهذا الشيء بتريحك. يبدو ما في اسئله، وإياكم إن شاء الله. تسلم يا عبد الرحمن، يعطيكم العافية جميعا، ونلتقي إن شاء الله المحاضرة القادمة الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.